فلسفة العقول كما يقول علماء الاجتماع هي 5 عقول: عقلية القرش والسلحفاة والثعلب والدب والبومة. خلني بشرحها لك واحدة واحدة، من حيث هي تعتمد على معيارين: الكسب والخسارة، كيف يتعامل عقلية كل واحد مع المجتمع. ندخل في العقلية الأولى، هي عقلية القرش، وهذه العقلية هو أنه يكسب ويجعل الآخرين يخسرون، فتفكيره مثل تفكير القرش، فهو يعتقد أن الحياة مضمار للتنافس، كأنه يلعب مباراة أو كأنه يلعب ملاكمة، لازم واحد يقضي على الآخر، فهذا هو منطقه وفكره. فهذا تجده أحيانا في المدراء أو في التجار، يطحن الآخرين من أجل الوصول لأهدافه، فهو يكسب بخسارة الآخرين. ثانيا، عقلية السلحفاة، وهو أني أخسر وأجعل الآخرين يخسرون، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذا اللي تجده في العمل ويسمونه النفسية، هو ما هو مستفيد، ولكن تجده يلغي فرص للآخرين، لأن خسارته هو يجعلها تمتد إلى الآخرين. وتجده أحيانا في الطلاب لما يكون عنده إخفاق في مادة، يتجه للدكتور أو المعلم وينكب باقي جميع الطلاب، فخسارته تمتد للآخرين. وهذا دائما تجده يتحلى بالمثل: علي وعلى أعدائي، فإذا خسر شال مع مجموعة يخسرون معه. عقلية الثعلب، همه الأول والأخير أنه يكسب، سواء الآخرين كسبوا خسروا ما يهمه، فتجد كل تفكيره ينصب على ربحه فقط ولا يهم الآخرين. الفرق بينه وبين الأول، بين القرش، أن الثعلب يهمه يكسب، يتلاعب في جميع الأشياء حتى يكسب، أما القرش لا، لازم يخسر الآخرين حتى يكسب هو. فالثعلب هو صديقك طالما أنه له معك مصلحة، إذا انتهت المصلحة بينك وبينه أول حاجة يمسح رقم جوالك. أما عقلية الدب، فهو يخسر من أجل أن يكسب الآخرين، وهذا تجده في الأم والأب والزوجة. فتجد الأم قد تترك العمل وتترك أشياء كثيرة من أجل أن تربي أبنائها، فهي تخسر ولكن بهدف أن يكسب الآخرين، فهي معطاء. كذلك الزوجة نجدها تضحي وتقدم كل الأشياء، حتى أن أحيانا تحرم نفسها من الطعام حتى تنقص كيلوات من وزنها لترضي زوجها، وتعمل على خدمته آناء الليل وأطراف النهار، فهي تخسر من أجل أن يكسب. ولكن هذه العقلية فيها مشكلة، وهي أنها إذا وصلت لمرحلة الإحباط تنقلب، تصبح عقلية القرش، أنها تكسب من أجل أن يخسر الآخرين وتتعمد خسارة الآخرين. وهذا نشوفه في المحاكم، قضايا الخلع وقضايا أخرى والرعاية، تجد أنها ما هدفها إلا أن تجعل الآخرين يخسرون. أما العقلية الخامسة والأخيرة وهي الأفضل، وهي عقلية البومة، وهو أني أكسب وأجعل الآخرين يكسبون، أصعد سلم وأجعل الآخرين يصعدون. وهذا تجد في المدراء الناجحين، بحيث أنه يرتقي ولكن وهو صاعد يأخذ بيده مجموعة من الموظفين حتى يجعلهم يرتقون معه، فهو يلغي حرف الياء وحرف الكاف في ربحي وربحك، ويجعلها نون الجمع، فيجعلها ربحنا، مكسبنا، نجاحنا، فيعمل على الجماعة. وهي الأفضل والأنسب، لأن الواحد يسعى لمصلحة نفسه ولكن لابد أن يجعل الآخرين يكسبون معه، فهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه قاعدة وتجدها في عقلية البومة. طيب، في سؤال مهم: هل يستطيع الإنسان يغير طريقة تفكيره؟ نعم يستطيع، إذا عرف أول شيء أنه عنده مشكلة ثم سعى إلى تغيير هذه الفكرة التي في رأسه. طبعا ليش تم اختيار هذه الحيوانات؟ طبعا الاختيار غربي. بالنسبة للبومة، البومة حيوان رائع جدا، تكلم عنه مصطفى محمود في ساعة يمدح فيه. أتمنى أن نكون كلنا مثل البومة. طبعا تفكير البومة كما سبق، وليس البومة بالمفهوم الآخر. وصلى الله على نبينا محمد.